تقدر دلوقتي انك تشتري ملابس واحذيه رياضيه من موقع FYY Sport، وهي اسعارها رخيصه جدا وجوده عاليه جدا جدا، وكمان هتحصل على خصم 5%. كود الخصم موجود في صندوق الوصف، والشحن بيتم لجميع دول العالم. المهارات من ضمن اساسيات كره القدم، وبتمد كل واحد شكله وستايله الخاص، ولازم مجموعه من مراكز اللاعبين يكون عندهم مجموعه من المهارات عشان مراوغه خصمهم بسهوله. فجبت لكم النهارده 5 مهارات من افضل المهارات الموجوده، وهنقدر نتعلمها خطوه خطوه مع بعض. ندخل نشوف السكتش اللي انا عامله ده، وبعد كده ندخل على طول في المهارات. Step out of our homes in the middle of the day. Do we ever think when's the end of our stay? Someone dies in the news right in front of us. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده جبت لكم مجموعه مهارات رائعه جدا 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 هتقدر تتعلمها بسهوله، بس اهم حاجه تطبق الحاجات اللي هقول لك عليها عشان تقدر تتقنها وتقدر تتعلمها بكل سهوله. تابع الفيديو للاخر وما تنساش لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا على طول في اول مهاره. المهارة دي كومبو بين الستيب اوفر، وهنا انت بتلف قدمك حول الكورة وبتضربها بالقدم الاخرى في اتجاه القدم اللي انت لفيت بيها، وترجعها على طول لنفس القدم، وتعمل تمويه بسيط وتضرب الكورة في اتجاه بعيد عشان تقدر تراوغ خصمك بكل سهولة. دي مهارة حلوة جدا وهنتعلمها دلوقتي، بس لازم تتبع خطوات الشرح معايا. هنشوفها دلوقتي نقدر نتعلمها ازاي خطوة خطوة مع بعض، وحاولوا ان انتوا تعملوها وتنفذوها من 5 دقائق ل10 دقائق يوميا. يلا بينا نروح نشوف خطوات الشرح. هنا في اول خطوة بتتعود على لف القدم مع اخذ الكرة من القدم للقدم، وهنتعود عليها لمدة بسيطة جدا، وهنعملها ببطء شديد لحد ما نكون بنعملها بالشكل اللي انت شايفه قدامك. وبعد كده نعمل الخطوة التانية بأخذ الكرة من داخل قدمك إلى مكان بعيد، وهنفضل نتعود عليها كده برضو شوية، وهنعمل المهارة كاملة بالبطيء، وتحاول تعملها وانت بتجري عشان تتعود عليها أكتر وتكون حافظها. وبعد كده تسرعها وهتكون معاك سهلة جدا جدا مع التدريب عليها، وهتقدر تنفذها بكل سهولة وهتكون معاك سهلة جدا جدا جدا. المهارة دي كومبو بين الستيب اوفر والالاستيكو، وهنا انت بتمد الكورة بباطن قدمك مع لف نفس القدم، وبعد كده تعمل مهارة الالاستيكو، وهي مهارة رائعة جدا في المراوغة، وتقدر تعملها وتراوغ بيها خصمك بكل سهولة. دي مهارة برضو من المهارات الحلوة جدا، وهتقدر تتعلمها في خطوتين بسيط جدا، بس تابعوا معايا برضو خطوات الشرح، هنعملها من 5 دقائق ل10 دقائق في كل تمرين هيتمرن عليه. يلا بينا نروح نشوف خطوات الشرح بتاعتها وهنقدر نتعلمها ازاي. يلا بينا. الحركة دي تتعمل كده بالبطيء، وتحاول انك تتمرن على اول خطوة وهي عمل الستيب اوفر، اللي هي لف قدمك حول الكورة، وتفضل تتمرن عليها كده شوية، وبعد كده تعمل حركة الالاستيكو لوحدها برضو نفس الكلام، عشان تقدر تتعلمها بداخل قدمك لخارج قدمك، وبعد كده تدمج المهارة كاملة مع بعض، تعملهم الاتنين مع بعض بالكامل، وتعملها بالبطيء الاول وتسرعها واحدة واحدة مع التمرين والتركيز وكتر التدريب عليها، هتشوف فرق كبير جدا جدا جدا. واما تتقن الحركة دي هتشوف المستوى بتاعك هيكون عامل ازاي. وانت على الجناح والخصم مندفع عليك، بتقوم برفع الكرة وبتحاول انك تمدها وتعديها في اتجاه يكون بعيد عنه او بعيد عن المكان اللي هو بيجري فيه، وهتقدر تتعلمها وتدي لك شكل رائع جدا اثناء تنفيذها. دي مهارة من المهارات الرائعة، بس هنا انت مش بترفع الكرة من فوقيه لما بيكون مندفع، لا انت بترفع الكرة في مكان يكون هو بعيد عنه شوية عشان تقدر يعدي. لما يكون هو مندفع عليك هتقدر ان انت ترفع الكرة وهتكون رايح لها اسرع منه بكتير، فبالتالي هتقدر تعدي منه بكل سهولة. نروح دلوقتي نشوف ازاي ممكن نتعلمها. يلا بينا. دي الحركة كده بالبطيء عشان تعرف هي بتتعمل ازاي.
في البداية هنعمل اول خطوة وهي رفع الكرة من على الارض بالطريقة اللي انت شايفها قدامك كده، وقدمك لازم تكون مرفوعة ما تنزلش على الارض ابدا عشان تكون سريع جدا في عمل الخطوة التانية اللي هي ضرب الكرة بوجه القدم وانت رافع رجلك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده بالظبط عشان تقدر تنفذها بكل سهولة. وبعد ما تخلص التمرين عليها هتعمل الحركة بالكامل بالبطيء وتستمر على التمرين عليها كتير جدا عشان تقدر تعملها وتنفذها، واوعدك انها تدي لك شكل رائع جدا جدا وانت بتنفذها في الملعب او في زمايلك او في اي حد انت بتعملها معه. وانت بتجري في اتجاه الخصم بتسحب الكرة وتعديها بين قدمك وتقوم بلف جسمك مع ضرب الكرة وانت بظهرك، يعني يكون ظهرك للخصم، واول ما الخصم يمد رجله عشان ياخد الكرة تقوم ضارب الكرة بخارج وجه قدمك في مكان بعيد عشان تقدر تروغه بكل سهولة وتكون عديد بكل سهولة. دي مهارة جميلة جدا جدا وهتقدر تراوغ بيها اكتر من واحد، ممكن تراوغ بيها اتنين، بس اهم حاجة تعملها على الاطراف وهتقدر تستخدمها بكل سهولة. وهنشوف دلوقتي طريقة تعليمها ازاي، نتعلمها خطوة خطوة مع بعض. يلا بينا نروح نشوف. دي الحركة كده وهي معمولة بالبطيء. في البداية تتعود على السحب وتعيد الكرة بين رجلك كتير كده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، اهم حاجة انك تعديها بين رجلك لمدة بسيطة عشان تعرف تتعود عليها. وبعد كده تدخل على الخطوة التانية انك بتلف جسمك مع اخذ الكرة من داخل القدم الى خارج القدم، وبرضو تحاول تتعود على الحركة دي كتير جدا لمدة برضو عشان تقدر تعملها. وبعد ما تخلص كده الحركتين مع بعض تحاول انك تعمل الحركة بالكامل بطيء مع استمرارك في التدريب وانك تستمر عليها كده وتقعد تسرعها واحدة واحدة، هتكون معك سهلة جدا جدا وهتقدر تنفذها بكل سهولة، واوعدك ان انت هتقدر تعملها باي حد بكل سهولة. اثناء ما الخصم بيكون جاي لك وانت بتجري على الطرف بتعمل الفيك ربونة، وبعد كده بتخضع الخصم بالحركة باسفل قدمك وتقوم مرجعها على طول للخلف مع دوران جسمك، وبكده هتكون روخته بكل سهولة وهتقدر تعدي منه بكل سهولة وبساطة. هتقدر تتعلم المهارة دي بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا مع استمرارك للتمرين اللي هنقولك عليه، يا طريقتها بسيطة جدا. يلا نروح نشوف هنتعلمها ازاي، يلا بينا. دي كده حركة معمولة بالشكل البطيء عشان تكون عارفها هي ايه بالظبط. في الخطوة الاولى هتعمل الفيك ربونة بانك تسحب الكرة بالعرض وتوقفها بوجه قدمك الاخرى وتستمر عليها لمدة بسيطة كده، وبعد كده تدخل على الخطوة التانية على طول بارجاع الكرة من وجه قدمك الى الامام مع سحبها للاسفل الى الخلف بدوران جسمك بسرعة، وتفضل تتمرن عليها كده وتدمج الحركة بعد كده بالكامل وتنفذها مع بعض شوية وتسرعها واحدة واحدة تدريجيا، واوعدك انها هتكون معك سهلة جدا مع التمرين عليها وتقدر تنفذها على طول مع استمرارك على التدريب. وبكده خلصت حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم. طبعا ما تنسوش اللايك عشان اللايك ده بيحفزني جدا جدا، وسبسكرايب للقناه لو انت جديد. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.